الموضوع الموضوع يعني انا مش اساسا ابي سهل. اوصل له، النقطة اللي كنت ابي والله اوصل لها من والله البداية انك الموضوع انت مش قاعد كذا تسوي حاسس. اشياء قاعد تنشر الجهل بشكل كبير. تعطي يعني منشورات وصور واشياء والسيت اب اللي انت فيه يعني يوحي للشخص اللي قاعد داخل بثك ان الهاكر والامن السبراني الشاشة خضراء وتضغط ازرار. استاذن حضرتك بخبرتك، احنا اشرح لنا رود ماب مثلا للسايبر سكيورتي 2023. اقدر اشرح لك اياه صراحة، ما اعرف انا اختصاصي باك باونتي. تبي اشرح لك شيء بالباك باونتي؟ ابشر اشرح لك ممكن اياه. حضرتك تشرح لنا التراك بتاع الباك باونتي، ابدا فيه ازاي، او ايه هي تمام الحاجات تمام اللي ابشر الحين ادرسها؟ اشرح لك اياه بافضل طرق. تمام، راح تعرف الاشياء اللي اعطيتك اياها كلها واقعيه وراح تدرسها سواء انت غيرها ما خذيتها او ما خذيتها. وكلنا نعرف يا استاذي انت الفاضي انك ما تعرف الباك باونتي شيء. لا لا بصراحة ما اعرفش. اوكي يا اخي، لازم تاخذ تاسيس ما هو، وش هو الويندوز، وش هو الكالي، وش هي الاوامر، وش هي الشبكات، وش هي طرق الاختراق. حلو، انا دلوقتي حضرتك بتقول لي هتعلم الباك بونتي، ايه الحاجات اللي انا ادرسها؟ رقم واحد ايه هي؟ رقم واحد، تمام، اول شيء راح تبدا بالباك باونتي. طبعا لاي انسان يعني راح يبدا بالباك باونتي اللي هو طريقه عمل شو اسمه المواقع، لغه HTML CSS، شوي من جافا سكريبت. راح نعطيك مصطلحات بسيطه كيف انت راح تتعامل مع الموقع، كيف انت راح تاخذ نظره كبيره على الموقع. ثم بعدها يلا راح نبدا من النقطه اللي بعدها، خلصنا من الفرونت اند، خلصنا من البرمجه، راحنا دخلنا على الويب. بتقولي ثم بعدها يلا راح نبدا من النقطه اللي بعدها، خلصنا من الفرونت اند، خلصنا من البرمجه، راحنا دخلنا على الويب. تمام، سجل عندك، يلا سجلنا بوب بوب، تعلمنا الثنتين هذه. فرونت اند، اوكي ويب، اوكي بعد كده ثغرات. ايه ثغرات، كمل خلاص. بس حضرتك توضح لي حاجه يا باشمهندس، انا هدرس الفرونت بعد كده الويب، ايه هو الويب ده؟ انا هدرس ايه في ايه الويب ده؟ في كورس اقصد الويب ثغرات، انا ما قلت لك ويب، ما في كورس ويب. انت سجلت الويب كمصطلح الحاله، دقيقه الويب اسمه مو ايش الويب، انت سجل ويب الحاله تستهبل. اوكي تمام. طيب رقم اثنين ادرس ايه تاني؟ درس ثاني قلت لك، تكلم كمل على الثغرات. اديني كورس، بس انا بسأل حضرتك اديني كورس دلوقتي، اوكي الكورس ده اقدر ان انا ادرس من خلاله الثغرات دي. بس دقيقة، إذا أنت تتكلم على اليوتيوب أنا صراحة ماني مرة يعني ما قد شرحت باليوتيوب، فدخل جبر. درست الفرونت اند والويب، بعد كده أوكي الفولنربيلتي، الثغرات. طيب دخل جبر بس إذا تسمح. طب اخد منك الرود ماب وهطلع برضه الباشمهندس جبر واستفيد منه. ايه لانه هو اكثر واحد فاهم باليوتيوب، فاهم اكثر مني، بعد ثغرات ادرس ايه؟ دخل شخص فاهم اكثر مني فانا افضل هذا الشيء، ممكن اجيب اغلط، فدخل شخص فاهم اكثر مني. انت ما عندكش الخبره ان انت تجاوبني؟ ما حد فينا عنده الخبره الكافيه، انا عندي خبره خاصه تكون خبره على مستوى معين. حضرتك قلت فهمت؟ لي في البدايه لما اتكلمنا عن السايبر سكيورتي وقلت لك رود ماب للسايبر سكيورتي، حضرتك قلت لي انا تخصصي الباك باونتي، فحضرتك دلوقتي بتقول انا ما عنديش الخبره ان انا اجاوبك. ايه انا قلت لك تخصصي باك باونتي، لكن انا ما عندي خبره كافيه، انا من مستوى عالي. طيب رقم اثنين ادرس ايه تاني؟ درست ثاني قلت لك، تكلم كمل على الثغرات. درست الثغرات، خلصت ايه الثغرات، فين؟ وسط الثغرات تاخذ نظره عن ادوات الويب، سواء شو اسمه بورب سويت، اسكت اسكت اسكت، انا بقول لك اسكت. او جاري الاداه اللي قلتها الاولى اسمها ايه؟ اللي انا بكتشفه بورب من سويت. الثغرات. اوكي بورب سويت، بورب سويت او اكس 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 اس، لا اكس اس اس معلش. وعندك والله ثغرات كثيره. البرب سويت اشتغلت على البرب سويت برو؟ لا ما قد دخلت راسا، ما اعرف فايده، انا ما فرقت. يا باولو باولو، ما انتش يا باولو، ما انتش يا باولو، ما انتش يا باولو. طبعا بنعتذر لمشاهدينا، اعطيتك المنهج، اعطيتك الادوات، اعطيتك كل شيء مع الفلتر مع البيباس. اوكي نجي عندي شهادات، انا مستعد اعطيك شهادات. وش بعد تاخذ؟ الشهادات اللي اخذها في مجال الباك باونتي. اذا انت خذيت التاسيس راح تاخذ الاي جي بي تي، اذا خذيت الباك باونتي راح تاخذ الاي وابت، اذا خذيت الباك باونتي راح تاخذ الاي وابت، اذا خذيت الباك باونتي راح تاخذ الاي وابت. ايوه بس اهم شيء انه جنب الثغرات راح تكتب ان الفلتره او انواع طرق الاختراق، كيف انت راح تقدر تخترق، كيف راح تفكر كريت شو اسمه المخترق. مثلا من انواع طرق الاختراق والفلتره، اي يعني باي باس فلتره مثلا، حمايه، قلنا ان عندك حمايه، حمايه موقع، فاير وول مثلا. يا خرج شنو هذا؟ تمام، يا رقم ثلاثه الفاير وول، ماشي حاضر. طيب في حاجة تاني؟ حاجة ثاني قلت لك برضه شهادات، خذيت شهادات الشهادات اخذناها. تمام،
خلاص انا كده جاهز اشتغل مع الهاكر وانا الصبح. انت جاهز تشتغل مع اللي تبغاه، بس دخل جبر بس. والله بحكم خبرتي انا ان دي مش رود ماب للباك باونتي. هذه مش رود ماب ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. باشمهندس جبر حط لي نقطه. باشمهندس جبر بعت لحضرتك يا باشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول شيء السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ وقفنا عند رود ماب باك باونتي. لا 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 ما وقفناش حضرتك غيره. هو كنت انا بساله في التراك معين وهو جاوبنا على تراك معين. بحكم خبرة حضرتك انا بسألك، انا كشخص مبتدئ اندر زيرو بيجينر خالص لسه ما اعرفش اي حاجة خالص، وعايز ابدأ في الرود ماب بتاعت الباك باونتي، هل أوكي. الرود ماب اللي هو وضحها لي سليمة؟ لا. ازيك يا فارس عامل ايه؟ اخبارك؟ خلي بالك انت السبب الوحيد فقط واحد تاني يعني اللي بحببني في السعودية. الله يجعلك محبوب عند الدنيا. الله يعطيك العافية يوفقك. يا اخوان يا اخوان حضراتكم شفتوا الاخ سودو والاخ جبر، شفتوا المتخصص واللي دارس وشفتوا اللي حافظ ومش فاهم. باشمهندس جبر دخل مالش لا سكريبت كيد ولا بتنشر جهل ولا بتعمل مش عارف ايه، وحتى لما قلت له ليه ما تعملش حاجه زي دي قال انا مضغوط في شغل تاني. ليه؟ لانه شخص فاهم، فبما انه شخص فاهم فمش فاضل الكلام ده، تمام؟ وانا واثق تماما ان الاخ سودو لما اتزنق في الجست طلع جري جاب الاخ جبر عشان يرد مكانه عشان هو ما عرفش يرد، تمام؟ ودي احنا عارفينها. هو بقى عشان مش فاهم الاخ سودو، مع احترامنا للاخ جبر طبعا على دماغنا راجل محترم وراجل متعلم، الاخ بقى التاني سودو اللي ما كانش راضي يقول اسمه، يعني شوف شوف الشخص اللي فاهم بيقول لك انا اسمي جبر، والاخ اللي مش فاهم قلت له اسمك ايه بيقول لي لا مش داعي اسمي مش عايز اقول اسمه بلاك هات، هو مخترق مواقع شركات روسيه كتير. فهو اداني رود ماب هو متخصص فيها غلط في غلط، وقلت له غلط ما اقتنعش. باشمهندس جبر طلع اللي هو جايبه قال لي عليه قال له غلط. نركن بقى الباشمهندس جبر على جنب، الراجل المحترم سودو بيقول لي ان انت بتنشر جهل، وبيقول لي ان انت معلوماتك غلط، وبيقول لي طالع اصحح لك، وبيقول لي ان انت سكريبت كيت وما خلاش حاجه لما قالها، واجي اكلمه ويقول لي ما تقاطعنيش. المهم ان هو شخص على دماغي برضو، يعني احتراما لسلطان والباشمهندس جبر برضو احتراما للناس دي هو على دماغي، بس انا بتكلم ان اللي مش فاهم دايما هو اللي بيتكلم لو خدتوا بالكم، يعني اللي فاهم ما عملش اللي هو اللي باشمهندس جبر عمله. اما بالنسبه للاخ سودو فيا ريت فضلا وليس امرا بكل ذوق وبكل احترام، احتراما برضو للناس اصدقائي السعوديين، ما تجيش تتفلسف عندي في اللايف تاني، تمام؟ ما تجيش تتفلسف عندي في اللايف تاني. انت قعدت ساعه تقول لي طلعني جست لدرجه انك في ناس دخلت من طرفك قاعد تقول طلعوا جست، طلعت جست ما سددتش ونزلت وغلطتني، والراجل جه من طرفك وغلطك، فما تجيش تتفلسف في اللايف تاني يا فارس. لا ترى الموضوع ما هو عن الفلسفه، في بعض والبعض البعض البعض وليس الكل لما يجي يتكلم عن موضوع ولا شيء وهو طبق وفهمه يتصور ان الموضوع هذا هو فعلا من بناء يمكن على تطبيقه ولا شيء، فانت ممكن انك ملم بشكل اوضح واكبر غير اللي هو ملم فيه، فيبدا وايش يحكي لك اللي هو طبقه، يعني هو ما تعمق بس طبق مثلا جزئيه معينه في السيكيول او جزئيه معينه. ده هو قال لي انا متخصص في الباك باونتي، فقلت له اديني رود ماب اديني خريطه اعتبرني شخص انا مش فاهم وعاوز اتعلم ابدا في المجال بتاعك ازاي. قال لي انا متخصص في الباك باونتي، قلت له اديني رود ماب، بيقول لي فرونت اند، بعد كده اروح على طول ادرس الويب باند. اشرف معلم اسره مثلا ما يبغى هذا يا فارس مثل ما وضحتك الموضوع ما هو موضوع يعني مثلا اللي انا قلت لك فيه انه يكون هو حافظ جزئيه او جزئيتين، ممكن انه فاهمها عارفها هو سواء انا ما اتكلم عن موضوعكم اللي حصلت المشكله اللي هو سود، ولا انا اتكلم بشكل عام زين انه واجهنا كثير زمان كذا انه يكون هو فاعل مسوي مركب وحاط ومنفذ، فانا بنفسي سويتها
فبعدين متى بعدين متى اعرف ان ذا يوم غلطني ويوم انه على قولتك صحح لي او وضح لي، عرفت ان ذا مولم بشكل كبير. فهذه هي الفكرة. اه والله اشتقنا لك يا كبزة. عامل ايه؟ الله يعين. عامل كبير يا اسطى. ما توقعت صراحة في بلاكات سعوديين كثير سلامات. وين كل دولة؟ في كل دولة يا فارس. أنا مشغول الحين، في عندي ناس شوية، إن شاء الله أرد عليك. تمام حبيبي. أني أنذر فيلسوفس، في حد تاني عايز يتفلسف؟